عندك والله شكرا لك. والله تقبريني وانا فرحانه كثير كثير. ايوه تسلموا لي. الحمد لله على سلامتك. وشلون صرتي هلا ام جوزيف؟ يعني ان شاء الله احسن. نشكر الرب احسن بكثير وخفيت، بس يعني هيك عم الوجع خاص نص بالليل ما بعرف ليش. يا علامتي معلش تقبريني تحملي، لانه جرح الكبير بده حصه ليلتين. لكان يسلم هالتمي يا ام زكي. مثل ما قلتي العمر له حق، يعني شو بدنا نرجع 40-50 سنة لورا؟ ايه ام جوزيف حاجة تكبري حالك، لساتك صغيرة شباب. لفيها بقى، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. ايوه ولسه بجيبوا سيرة العمر، هزيتولي بدني هلا. كنتي ليش بتزعلي من الحال؟ يا نيت اهلين اهلين. لك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ ليش عم تضيفيها إلى بالأول؟ قال على اليمين لو أبو زيد على الشمال. الله عليك. الله شو بتفهمين بالأصول؟ لك هيك الأصول. إيه تكرم عينك فوزية خانم، تفضلي. نيت أبريني يسلموا إيديك. الله يسلمك. يا ميل أهلين سهلين، تفضلي يا زكي. إن شاء الله بعيشوا هديات. يا عافية أبريني. تفضلي حبيبتي الكل، تفضلي. يسلموا. الله الله. تحتين وعافية، تفضلي. ما نعدمش يا أخي. ألف صحة وهنا. أهلين سهلين، تفضلي تشغيلي، تفضلي يسلموا الدنيا. الله يسلمك. طيبة إن شاء الله هنا. لك ما دريتوا يا جماعة رايحة على العمرة؟ إن شاء الله بتتهني يا رب، ربي ييسر لك. ريتوا ألف مبروك يا أم إبراهيم. الله يبارك فيكي. إجا أخي مصطفى من الأردن وحلف علي 100 يمين و100 عظيم إلا بده ياخذني معه. طيب وشلون بدك تتركي دلال لحالها بالبيت؟ لا أيوه شو أتركها لحالها بالبيت؟ هي رغبتها تقعد ببيت أهلها لبما أرجع. إن شاء الله ألف مبروك يا أم إبراهيم. شبنا في ريال خانم اليوم ما سمعنا صوتي. مو لالاقي مين يسمع صوتي؟ دايمة على القهوة. صحتين تقبريني. إن شاء الله بنشرب شراب الورد بقومة أم جوزيف بالسلامة يا حق. آمين يا رب. تسلمي يا أم توفيق. لا تواخذيني. تسلمي يا أم كامل. هدية؟